يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس الميعاد. طبعاً كلنا عارفين إن اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، وطبعاً ملوش مستقبل. في مصر عندنا تاريخ عريق، عندنا أحداث تاريخية مهمة جداً سمعنا عنها، درسناها، يمكن كمان تكون اتجسدت في أعمال درامية وسينمائية كتير جداً وحبناها وتأثرنا بيها. ولأن الكتابة التاريخية شيء مش سهل أبداً، لأن الكاتب اللي بيقرر أنه يكتب تاريخ ده بيروح لحقبة زمنية معينة، بيدور في أحداثها، بيشوف رواياتها، بيشوف تفاصيلها، والحقيقة أنه هو لازم يكون داخل الحقبة الزمنية دي بكل حواسه. خلونا نبتدي معاكم رحلتنا من داخل خيال المؤلف. الكتاب بتاعنا النهاردة هو كتاب مختلف، علشان هنرجع معاه بالزمن لورا شوية، هنعمل فلاش باك وهنروح للقرن الـ18 أو أوائل القرن الـ19. هنرجع نعيش مع بعض مع أبطال روايتنا النهاردة أحداث تاريخية. هنرجع لوقت رحيل الحملة الفرنسية من مصر، هنعرف أكتر عن أحداث الرواية وأبطالها وحكاياتها وأكتر تفاصيل عنها، وإزاي حصل تبادل الثقافات، وإزاي حصلت نقلة حضارية في مصر في المرحلة دي بعد رحيل الحملة وبعد وصول أبطال الرواية لفرنسا.